لحظة زي بقول لحكوا الرئيس يعني قرارات في غاية الأهمية. قرارات تحتاج شرح، وأتمنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكرة أو بعده، لو في اجتماع وزراء بكرة أو بعد بكرة، أتمنى دولة رئيس الوزراء يخرج علينا في مؤتمر صحفي ويطلع يخاطب الدنيا يقول لنا قرارات النهاردة، لأن دي التوجه الحقيقي من الدولة المصرية نحو الاستثمار بجد. شكوى المستثمرين ورجال الأعمال النهاردة بتضع لها حلول جذرية. الموضوع النهاردة مبقاش مسكنات، بقى حلول زي ما بقول كده، بنقول ايه، الحاجة من جدرها، شيلها من جدرها، ما بقاش ان احنا ايه نعمل ونستنى. لا، موضوع المسكنات ده الرئيس النهاردة نسفه تماما بهذه القرارات. محتاجة تشريعات تتعدل، محتاجة قرارات تتعمل، ولكن الموضوع محتاج ايه؟ سرعة. وانا اعمل تعديلات تشريعية ما تقعدليش سنة، اعمل تعديلات تشريعية عاجلة. احنا عايزين استثمار، فلازم ابادر بمنتهى السرعة. التعديلات اللي مطلوبة اللي سيادة الرئيس النهاردة امر بيها تتعمل بمنتهى السرعة، ومجلس النواب يخلصها، ونقضي على ما نطلق عليه جميعا البيروقراطية اللي موقفة المراكب السايرة وموقفة الاستثمار في مصر. طيب محتاجين تعديلات نعملها بسرعة. فرئيس الوزراء مسؤولية مهمة على دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يخرج للعالم ويخاطب اللي جوه واللي بره، يا جماعة احنا ادي الاجراءات اللي هنعملها، 1 2 4، تملك الاجانب للعقارات هيتم ازاي، الاراضي هتتم ازاي، الحاجات المعوقات اللي كانت متعلقة بالحصول على اراضي هنواجهها ازاي، هنسهلها ازاي، ايه التسهيلات اللي الدولة هتعملها والحكومة هتنفذها للمستثمر الاجنبي او المستثمر اللي موجود في مصر. ما انا عايز كمان مستثمر عندي جوه، ما انا عايز جوه عايز بره. طب حد جاي لي عنده معوقات هحلها له ازاي؟ طب بنتكلم مثلا الغاز، عنده مشاكل في الغاز هنحلها ازاي موضوع الغاز؟ طب احل النهارده ال مستلزمات الانتاج احلها ازاي؟ مدخلات الانتاج احلها ازاي؟ اللي عايز استيراد اعمل فيه ايه؟ الحاجات اللي بتتعطل في المواني بتدخل ازاي؟ تخصيص الاراضي هيتم ازاي؟ كل ده محتاج شرح. نتوسع ازاي في الرخصه الذهبيه اللي رئيس الوزراء اتكلمنا عنها قبل كده، والسيد الرئيس اتكلمنا عنها قبل كده عده مرات، ازاي نتوسع في اصدار الرخصه الذهبيه؟ طيب وما تكونش شركات يعني خاصه بمشروعات كبيره، طب ما نعملها لاي مشروعات، مشروعات متناهيه الصغر، المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، مش لازم يبقى مشروع استراتيجي، مش لازم يبقى مشروع قومي، يعني لازم نتوسع في هذا الامر. ندي شركه، اي شركه النهارده عايزه مدي له رخصه ذهبيه. وبالتالي محتاجين انه دوله رئيس الوزراء يشرح لنا ويشرح للدنيا كلها ايه النهارده التسهيلات. طيب ايه الصعوبات الخاصه بمستلزمات الانتاج؟ انا ياما ناس بيكلموني، كتير رجال اعمال، كتير رجال اعمال، وشوف انا بقول ايه، كتير رجال اعمال بيبقوا عندهم ازمه في استيراد مستلزمات انتاجه. والله العظيم وانا بحلف بالله على الهواء، رجال اعمال بيكلموني، ما في يوم بيعدي الا الاقي ناس بتكلمني على مستلزمات الانتاج ومشاكلها واستيرادها. ما هو انت عنده مصنع فهو بتعطل له، بتوقفه له. يا جماعه ما لازم نعالج الكلام ده، لانه ده مصنع جوه، انا عايز المصنع ده يشتغل ومش عايزه. ما المصنع ده لو قفل بيروح حته تانية، ما انا عايزه يشتغل. وانت مش عايز صناعه؟ عايز صناعه.
مش عايز تصنيع، عايز تصنيع. طيب فانت هتساعده ازاي النهارده؟ فدوله رئيس الوزراء يشرح ان احنا ازاي نعالج الصعوبات التي تواجه استيراد مستلزمات الانتاج، ده عنوان